أهلا بكم. قال سوق الأوراق المالية في العراق أن الجلسة اليوم شهدت ارتفاعا في مؤشرات السوق، وبحسب إدارة السوق فقد زادت الأسهم المتداولة على 660 مليون سهم بقيمة تتجاوز 1,300,000,000 دينار عراقي، فيما أغلق مؤشر الأسعار AXX60 على 497 نقطة مرتفعا عن جلسة أمس. وتداول خلال الجلسة أسهم 26 شركة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. قالت هيئة الجمارك في أم قصر بمحافظة البصرة أنها أعادت إصدار 13 حاوية بحجم 20 قدم محملة بكيبلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. وقالت الهيئة أنها استندت في قرار إعادة الكيبلات إلى كتاب صادر من جهاز التقيس والسيطرة النوعية الذي أكد عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. وأضافت الهيئة أن مركز جمرك طريبيل الحدودي قام أيضا بإعادة إصدار سيارة نوع كورولا 2016 كونها دون الموديل المسموح باستيراده، وضبطت وأتلفت وأعادت إصدار العديد من المخالفات بعد أن تزايدت ظاهرة إدخال البضائع المغشوشة للسوق المحلي. قالت هيئة النزاهة إنها ضبطت تلاعبا برسوم وأوزان شاحنات في منافذ المنطقة الجنوبية. وأضافت الهيئة أن حالات التلاعب في التصاريح الجمارجية في أوزان الشاحنات المحملة بالحاويات نتج عنه فروقات مالية في مبالغ الرسوم، مما يفوت على خزانة الدولة أموالا طائلة. وأشارت الهيئة أن الجرائم المضبوطة تركزت في منفذي جمرك أم قصر الجنوبي والشمالي ومنافذ جمارك المنطقة الحرة وخور الزبير، صفوان، أبو فلوس، المعقل والشلامجة، وهو ما يعكس حالة التسيب في قطاع الجمارك. أثار ارتفاع سعر البيض في بعض المحافظات العراقية مؤخرا ردود فعل غاضبة وتساؤلات عن الأسباب والجهات التي يمكنها التلاعب بأسعار المواد الغذائية. وفي تفسير لارتفاع الأسعار يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة عبد الحميد النايف إن الجريمة منظمة والتجار هم من يقفون وراء ارتفاع سعر البيض في البلاد. ويرى المختصون أن الحكومة في بغداد لم تقم بالدور المنوط بها في مراقبة الأسواق ووضع حد أمام جشع التجار وترك الأهالي نهبا لأطماعهم. يذكر أن الحكومة منعت استيراد البيض في خطوة غير مدروسة، مما فتح الباب أمام التجار إلى التلاعب في الأسعار. قال خبراء اقتصاديون إن الأضرار الاقتصادية المترتبة على عملية قطع الإنترنت باهظة جدا لما تحدثه من شلل في مفاصل الدولة الاقتصادية. وأضاف الخبراء أن العراق يعتبر من الدول القليلة التي يتم قطع خدمة الإنترنت فيها بأوامر حكومية دون النظر إلى نتائج هذا القرار على قطاعات الدولة المالية والاقتصادية ودون تعويض المشتركين عن أضرار ذلك القرار. وأشار الخبراء إلى أن القطاعات المتضررة والتي منها أنظمة الصيرفة والإيداع والسحب والتحويل وتعطيل المصالح الحكومية والخاصة المعتمدة على الإنترنت وتأثر أسواق الدولار والذهب بهذا القرار الذي وصفه بأنه غير حضاري. يذكر أن وزارة التربية تقطع الإنترنت في موسم الامتحانات بذريعة منع تسريب أسئلة الامتحان. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.